برعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، وبحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء ومعالي جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة والوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وشركاء الشركة في مملكة البحرين، أقامت شركة هواوي البحرين احتفالا بمناسبة الذكرى 15 لتأسيسها في مملكة البحرين. وفي معرض تهنئة سموه لشركة هواوي بهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك اهتمام مملكة البحرين بعملية التحول التقني والرقمي وما لتقنية المعلومات والاتصالات من دور في تطوير الاقتصاد والتنمية الشاملة، منوها سموه بإسهام الشركة التي تتخذ من البحرين مركزا لمقرها الإقليمي في الشرق الأوسط، الأمر الذي يؤكد مكانة المملكة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، مقدرا ما قامت وتقوم به الشركة من دور وإسهام في عملية التطوير التقني في ظل التعاون القائم بينها وبين الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة وإسهامها في تدريب أبناء البحرين في هذا المجال الحيوي وخلق العديد من فرص العمل. وقد شهد الحفل تكريم سموه الطلبة الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في مسابقة هواوي السنوية لتقنية المعلومات والاتصالات العالمية لعام 2019 والذين سيشاركون في التصفيات الإقليمية في الصين، كما استمع الحضور إلى كلمة من سعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات عدد فيها مجالات التعاون بين مملكة البحرين وشركة هواوي، وإلى كلمة من السيد تشارلز يونغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي في الشرق الأوسط تضمنت علاقة المملكة بالشركة خلال رحلتها الطويلة والتي بدأت قبل 15 عاما والتزامها المستمر ببناء النظام الإيكولوجي لتقنية المعلومات والاتصالات، وذلك عبر العمل المشترك طوال الفترة الماضية لتوفير آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا التي تدعم رؤية القيادة. وتضمن الاحتفال إقامة معرض لأحدث تقنيات الشركة في مملكة البحرين، وتحتل هواوي اليوم الصدارة في مجالات مثل تقنية الجيل الخامس والحوسبة السحابية وتقنية الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الكبير على التحولات الاجتماعية. وقد ساعدت هواوي بالتعاون مع شركائها في البحرين على تسريع جهود التحول الرقمي في البلاد تماشيا مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.